هنعمل شكل جديد جدا، هنعمل الطيارة. أول حاجة ناخد سلسلاية كبيرة بنفسجي وسلسلاية أصغر شوية أصفر وسلسلاية أصغر أكتر أسود وسلسلاية بيضة وخلل سنين تاني صغننة وخلت سنين. ودلوقتي يلا بينا. أول حاجة هناخد سلسلاية بنفسجي وناخد منها حتة كبيرة كده نحطها في ايدينا ونخليها كورة.
وفي الجناح التاني خط طويل وتحتيه خط أصفر أصغر تك، ونثبته كده فوق الجناح. بعد كده يا صحابي ناخد حتة صغننة من السلسال الأصفر ونكور نكور 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 كده في ايدينا ونبططه كده تك 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 عشان نعملها على شكل مثلث زي ما احنا شايفين يا صحابي، ونثبتها بقى على ديل الطيارة من الجنب كده تك، وناخد حتة تاني من اللون الأصفر ونبططها كده ونعملها على شكل مستطيل صغير ونحطه عند الطيارة من قدام زي ما احنا شايفين يا صحاب. برافو شاطرين. نجيب السلسلاية البيضة وناخد منها حتة صغننة نعملها كورة نونو وندوس عليها نبططها كده بصبعنا عشان تبقى دايرة مبططة، ونعمل واحدة تاني زيها وين 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 ونبططها كده نحطها من قدام فوق المستطيلة الصفرة. صح يا صحابي، دي هتبقى عيون الطيارة. نكملها بقى وناخد سلسلاية سودة ونكورها كده وين 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 ونحط واحدة فوق الأبيض كده تك، وواحدة تاني كمان تك. ودلوقتي ناخد بخلة السنان بتاعتنا ونرسم بيها بق الطيارة. جميل بكده نكون خلصنا شكل سلسليكو الطيارة. مستنيينكم يا صحابي تعملوا زي الطيارة دي وأحلى كمان. شكرا ليكم يا كل أصحابي، مستنيينكم في سلسليكو تبعتولنا الصورة بتاعتكم والشكل الجميل على الإيميل بتاعنا.